والحمد لله وحده الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد رئيس مجلس الشعب الولائي المحترم، السيد والي ولاية عين تمشنت المحترم، السيدة والسادة أعضاء اللجنة الأمنية الآنسة، والسيدات والسادة زملاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي، السيدات والسادة أعضاء الجهاز التنفيذي للولاية، السيدة والسادة رؤساء الدوائر، السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية، الأسرة الثورية ومن خلالها الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين الحاج مختار، أسرة الشهيد الواجب الوطني للأسف غايبة، مشايخ الزوايا عبر الولاية، أطياف المجتمع المدني، الأسرة الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شهيدنا العزيز، إن فراقك كان صعبا علينا جميعا، لكننا نتعزى بأنك حل في جنة الله والخلد حيث ترزق برضاه الكريم، وإننا نترحمك وندعو الله أن يتقبلك في فسيح الجنان. رغم ألم قلوبنا نحمد الله على شهادتك، فأنت تظل فخرا يزين رؤوسنا وتاجا نحتفي به طوال حياتنا. نعم يا جزائر، افتخري ثم افتخري بأبنائك هم ذخرك ونشأك. إن الشهيد الواجب الوطني والمسمى بزيام الغداس، والذي ولد بتاريخ 21 من فبراير سنة 54 900 و1000 بولهاسة ولاية عين تمشنت، ترعرع كبقية أبناء المنطقة مسكينا، تعلم ودرس، كان قيد حياته شابا يانعا مخلصا لوطنه وبلدته حماموش ببلدية سيدي ورياش. كان محبا للعمل التطوعي، عرف بطيبة قلبه ونبل مشاعره للخير، والدليل على ذلك كان يزود مدارس بلدته وبلديته بالماء الصالح للشرب بواسطة سهريج لجراء أبيه شخصي دون مقابل، وكلما كانت الحاجة إليه. إضافة إلى من فهو ابن مجاهد ومن عائلة ثورية، كان لها الشرف أن احتضرت أول اجتماع لتأسيس المنطقة الخامسة من تياد إلى الحدود المغربية، والتي تعتبر من أهم وأكبر الولايات التاريخية، وكانت من أهم الممولين للسلاح للثورة بفضل نشاط مجموعة مسعود زغار المدعو راشد كازا. التحق شهيد الواجب الوطني لتأدية واجب الخدمة الوطنية دفعة 1974، وبعدها شارك كمتطوع في الجيش الوطني الشعبي أواخر 1975 نظرا للأحداث التي شهدتها المنطقة آنذاك. يعتبر شهيد الواجب الوطني بغداد بوزيان أول رئيس مجلس السلطة الحزبية وتحت غطاء حزب جبهة التحرير الوطني، والوحيدة ضمن 28 بلدية للولاية آنذاك. وكان ذلك بداية 1992 إلى غاية 1994، تاريخ اغتياله من طرف قوى الشر والهمجية الإرهابية، وكان ذلك بالضبط بتاريخ 17 سبتمبر 1994 في منطقة الشواطة ممتلكة في خلات سيدي ورياش، عن عمر ناهز 39 سنة و240 يوما. نعم، فأنت أيها الشهيد نجمة الليل، أنت رمز الإيثار، وأمك هي
قدمته للوطن أعظم، وعطاياه لا تقدر بثمن، فهي روح العيد وفحواه، وسر وجودها مفتاح جدواه. لكن يشاء القدر أن يخطف منا هذه اللؤلؤة، ونحن نتأهب إلى تكريمها في هذا اليوم الذي صادف دخول قبره. نعم، إنه من كل هذا وذاك أن نستلهم العبارة للمضي قدما نحو البناء والتشييد. رحم الله الشهيد زيان بالغراس وأمه، وجميع شهداء الواجب الوطني وشهداء الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ولتحيا الجزائر منتصرة في كنف العز والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.